عنده نظرة اقتصادية، حقا حب يطور الاقتصاد بدون أنه يمس الجانب الاجتماعي. أولا واش دار؟ كل أجور ضعيفة عفا عليها الضرائب. علاش؟ باش يطلع القدرة وزيد يكون الاستهلاك قوي، يتحسن المدخول. نعم، الاستهلاك القوي معناه راح الشركات الوطنية اللي تنتج بعض المواد، فهمت، راح تستفاد. هذه واحدة. لأول مرة ولا ربما في يعني أول مرة في بلد اللي في مستوى الجزائر، كي نقولوا في مستوى الجزائر ما نقولوا حتى العالم العربي والأفريقي، من حتى البطالة يا أستاذ، من حتى البطالة. هذا شيء أساسي. زيد كيفاش فكر؟ عمال كون جات الرقمنة، كون جات الرقمنة الجزائري راح يستفاد أكثر. علاش؟ أو قال لك الأستاذ كريم في الكثير من الحالات، لما يكون عندك الرقمنة معناه الدعم يروح مباشرة ليسحقه. شوف يا أستاذ، وهذه ما كانش حتى واحد اللي عنده هذه النظرة، هذه هذه تاع كل كيف كيف ما كانش منعها. هذا أنا كذلك، هذه نعتبر موقف شجاع، مكسب. إيه، لأن الناس اللي عندهم الصوارد ماذا بهم؟ ماذا بهم حتى هما يستفادوا؟ ما يلقوا والو. وحديث قياس.